دايما يقولك علشان تعرف معنى الحب الحقيقي ارجع لبتوع زمان. احنا بقى النهاردة بمناسبة عيد الحب هنرجعكم لزمان قوي قوي، لأشهر قصص الحب عند أجدادنا المصريين القدماء اللي هنعرفها بالتفصيل من ضيفنا اللي منورنا في استوديو انتي. منورنا دكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. أهلا وسهلا بحضرتك كل يا سنة دكتور وحضرتك مجدي، طيبة، منورنا وشرف كل كبير وجود التحية حضرتك لحضرتك، وأنا معانا. سعيد إني بوجودي مع حضرتك في يوم جميل زي كده، وإن شاء الله يا رب السنة الجاية يكون الظروف أفضل ونحتفل بعيد الحب. يا رب إن شاء الله. دكتور طبعا عايز أبدأ مع حضرتك بأشهر القصص، قصص الحب اللي موجودة في التاريخ الفرعوني، طيب كانت إيه؟ تسمحي لي بس نبتدي بشوية شعر، يعني حضرتك هتستغربي جدا لما هتسمعيه. واحد احنا بنتكلم عن بردية اسمها شستر بيتي، دي برديه بقى لها حوالي 3800 سنه. واحد بيقول لحبيبته ايه؟ بيقول لها: اتمنى لو كنت مجرد خاتم لاصبعك الصغير حتى يتسنى لي ملامسه اناملك في خلسه من الاخرين. ساترك يدي تنام في يدك، ساترك راسي تنام على صدرك، ساترك عيني تنام في عينيك، لاصحو على صوت حبيبي ينشد في الناي الاغاني التي احبها. واحد تاني بيوصف حبيبته بيقول لها انها الفريده المحبوبه التي لا نظير لها، أجمل جميلات العالم، أنظر إليها كمثل النجمة المتألقة في العام الجديد على مشارف عام طيب. إحنا بنتكلم على الله. ناس بقى لها أكتر من 3800 سنة. وبالتالي فكرة الحب مش عايزين نختصره في طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة. مش ممكن نوصل لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة لما يكون هناك استقرار سياسي واقتصادي. هذا البلد كان أول بلد في الدنيا فيه حكومة مركزية، وكان أول بلد في الدنيا كان فيه فكرة الأديان، وأول بلد في الدنيا حب الأرض. جدك كان من ضمن الأسماء التي سماها البلده، سمى مصر كده، احنا كلنا نعرف الاسم الأشهر هو كيمت بمعنى الأرض السوداء. إنما أستاذ النور تخيلي هو سمى بلده طامري، طام بمعنى الأرض ومري بمعنى الحب. فتخيلي حضرتك سماها أرض الحب، كان من ضمن الأسماء. حتى كان الملك في مصر القديمة كان اسمه نبتوي سيد الأرضين، فكلمة الأرض عند المصري القديم كانت معشوقته، كان بيحبها جدا. ومن كتر حبه لهذه الأرض، احنا البلد الوحيدة أستاذ النور إن أسماءنا جاية من الأرض، يعني ظلت صداها. ما زال حتى الآن يسمى محمد الإيه؟ السوهاجي وعلي الشرقاوي وإبراهيم المحلاوي. صح. ما فيش دولة تانية هناك بيسموا باسم القبيلة. صح. ما زالنا الدولة الوحيدة اللي بتسمى باسم المهنة، الفلاح، وإحنا عندنا اسم مشهور جدا. علي مثلا الحداد، محمد النجار، واسم عائلات ينتسب للمهنة وينتسب للعائلة. صح. فبالتالي ده خلى كل البلد دي يحب الأرض، يحبوا أرضه قوي، لدرجة أستاذ النور إن المعبودات اللي خدها من المعبودات لما يعبد، يعبد مين؟ يعبد نهر النيل يقدسه، يعبد البقرة هتحور اللي هنتكلم عليها النهاردة، يعبد زي بيقولوا اختار معبوداته من البيئة. من حبه للأرض خد المعبودات، السماء والأرض وكل المعبودات دي خدها من هذه البيئة. وبالتالي بنقول أن المصري كان عنده عشق لهذا الموضوع، حتى دينه كان جاي من الإيه؟ جاي من الأرض. صح. لذلك احنا بنتكلم قبل فكرة الأديان وقبل فكرة الحب بين الرجل والمرأة، لأن عندما يكون هناك استقرار اقتصادي، ناس بتلاقي تاكل وتشرب، واستقرار سياسي، يبدأ فكرة الحب. وبالتالي هي أرضنا بيسموها أرض الإيه؟ أرض الحب. وبالتالي من أول ما التاريخ بدأت، أنت أول أسطورة حضرتك تسمعها في مصر القديمة إيه؟ إيزيس وأوزوريس. ما سبقناش، ما قلناش أوزير، لا، بدأنا بالمرأة قبل الإيه؟ قبل الرجل. يكفي الحضارة بتاعتنا أصل النور فخرا إن أهم معبودتين في مصر القديمة التي قامت على أساسهم الحياة في مصر القديمة هي المعبودة نوت ربة السماء والمعبودة معت ربة العدالة. وإذا انتظمت السماء بالمعبودة اللي هي نوت، وانتظمت العدالة بالمعبودة معت، تنتظم الكون كله. وبالتالي كان أهم معبودتين في مصر القديمة هي المرأة. والمصري أدرك من أول ما موجود أن مش المرأة مجرد شريك، ده المرأة هي المحرك الرئيسي والدعم الرئيسي. لذلك بنبتدي أول بأشهر قصة حب هي إيزيس وأوزوريس، المرأة الجميلة للأسطورة. وأنت عارف حضرتك أي أسطورة لها صدى، فإيزيس لما تحب هذا الرجل واخوه يقطعه، بقى احنا مش هنحكي كتير، وتبدا تدور عليه، وبعد كده اخوه يقطع 40 قطعه ويرميه، وتبدا تجمع اشلاءه، وتبدا تولد، تخلف منه حورس، وتبدا تقول له الحورس خد ترمين عمك، زي ما بيحصل للاسف في الصعيد في بعض الاماكن حتى الان. الفكره دي جايه من إيزيس. فاول واحده كان لها حب وفاء وعشق جايه من عند جدتنا الجميله دي اللي هي إيزيس. لكن في طبعا لو اتكلمنا عن الموضوع ده محتاجين ناخد وقت بيه، لكن نهرنا ده كانوا بيسموه نهر الحب. لذلك مش عايزين نختصر، لان كل الاديان دعت للحب، الحب بمستوى العام. يعني في الديانه المسيحيه يقول لك احسنوا الى احبوا اعدائكم واحسنوا الى مبغضيكم. في الديانه الاسلاميه يقول لن لا تؤمنوا حتى ايه؟ حتى تحابوا
وبالتالي بيشترط ربنا اشترط الايمان شرط من شروطه الايه؟ من شروطه الحب. حتى يعني حتى لما جه نزار قباني وقال ان الحب في الارض بعض من تخيلنا لو لم نجده عليها الايه؟ لاخترعناه. وبالتالي مش عايزين نختصر هذه العلاقه بين الرجل والمراه. عندنا طبعا قصص يعني حضرتك هتسمعيها هتقولي مش ممكن كانت المشاعر بينهم. يعني انا اشهر قصه حب عندنا احنا بنسمع عن احمس طارد الاكسوس. ما نعرفش ان ورا احمس طارد الاكسوس امراه عظيمه لولاها والله يا فندم ما كناش اتحررنا وما كنتش قاعد انا وحضرتك حتى الان. هذه المراه اللي احنا بنغني لها في رمضان وحوي يا وحوي اياحه اسمها كده اياح حتب. اياح حتب القمر. هي الاياحه بمعنى القمر. فاحنا بنغني اغنيه قالها احمد عبد القادر سنه 1931 واحنا ما نعرفش معناها. مين اياح حتب؟ هذه المراه اللي زوجها بيموت في المعركه اسمه سكن الرع. ولو عايزه حضرتك تعرفي مين ده روحي متحف الحضاره قول لهم انا عايزه اشوف الراجل اللي مضروب 70 17 بلطه في دماغه وهو بيحارب ضد الهكسوس ويقتل يستشهد. يجي ابنه كاموس يستشهد. طب مين المراه التي تحمل وفاه زوجها وتحمل وفاه ابنها وبالرغم من ذلك تقوم مع ابنها الثالث احمس وتحرر هذه البلد؟ حب. حب ليس حب. احنا اكيد كانت بتحب زوجها بتحب اولادها بتحب وطنها. وبالتالي هي هذه المراه بتختصر قصص الحب كلها. عندنا من اهم قصص الحب عندنا الملك اسمه امنحتب الثالث اللي هو ابو اخناتون. ابو اخناتون ده استاذه نور حب واحد اسمها تي. تي دي من عامه الشعب. طب ايه المشكله؟ مشكله في مصر القديمه كان الملك لابد ان يتزوج امراه من دماء ام ملكيه. طب وكاد ان يفقد عرشه. ولكن بالرغم من ذلك ضحى وتزوجها واصبحت هذه المراه اسمها كده ام الشعب. وكتب لها كتب الكتاب بتاعها كتب على جعران. الجعران ده لو حضرتك رحتي عند البحيره المقدسه في معبد الكرنك تلاقي البنات والولاد بيلفوا حواليه عشان بيقولوا اللي هتلف حواليه 7 مرات هتتجوز و14 مره مش عارف يحصل ايه هيلاقوا الحب. هو كتب كتب الكتاب بتاعه عمل 70 جعران وزع على كل العالم بيحتفل فرحان ان هو ايه ان هذا الرجل تزوج من هذه المراه. وهذه المراه قويه لدرجه ان المراسلات الدبلوماسيه بينها وبين العالم كله كانوا بيبعتوا لها. وبالتالي كانت مراه شخصيه قويه جدا. ليه؟ لانها انجبت مين؟ انجبت اخناتون. ويعني هذا الرجل الذي غير وجه الدنيا. ومن حب هذا الرجل اللي هو ابوه اللي هو امنحتب الثالث ده حب لزوجته الملكه تي بنى لها معبد في حته اسمها صلب وعمل لها لان هي كانت جايه من منطقه ارياف من سوهاج من اخميم فهي عايزه بحيره تلهو فيها. عمل لها في قلب الصحراء بحيره 300 متر عشان تتفسح في هذه البحيره. وما زالت حتى لو حضرتك رحت البر الغرب في الاقصر قول لهم انا عايز اروح بحيره هيابو ما زالت صداها موجود حتى الان. نيجي بقى اللي بيسموه سيد العشق اخناتون. بالرغم ان هذا الرجل كان مفكر وكان راجل بتاع دين لكن كان بيقول لزوجته ايه؟ بيقول لها يا ذات المفاتن والجمال نفرتيتي. مين نفرتيتي؟ نفرتيتي لما واقف قدامها هتلر استاذه نور هتلر المشهور ده لما جه يشوف التمثال بتاعها قال مستعد حارب مصر والعالم والا يعود هذا التمثال الى مصر. والله فعلا ابهر بيها انبهر بيها لدرجه ان هو عايز يقتنيها اللي كانوا عايزين يرجعوها وكان خلاص هيرجعوها ايام الملكيه. قالوا له طب نوريها له لما شاف قال لا يعني حارب الدنيا كلها وقال لها ترجع وهعمل معاها متحف خاص. ليه حبها لك؟ جميله جدا نفرتيتي كده بيسموها اجملهم او اجمل الجميلات. من عشق اخناتون ليها كان دايما يقعدها وفي منظر فريد ودي حاجه مش مكرره كتير يقعدها على ركبته كده ويبدا يغزلها. وبالتالي نفرتيتي واخناتون قصه حب نستاهل ان احنا يعني نتكلم عليها كتير. حضرتك قلت كده 200 شعر دلوقتي يا ريت لو حضرتك تقولهم تاني علشان كل رجل يعرف قد ايه الحب من زمان قوي وكل رجل مهما كانت يعني رجل ملك بالتاكيد اشوف كان بيحب مراته ازاي ما بيكبرش على الحب اطلاقا. يا ريت لو حضرتك قلنا 200 شعر هو كان مخلف منها 6 بنات هي ما خلفتش ولاد. وبالرغم من ذلك كان يعشقها لدرجه ان هو كان بيقول لها يا ذات المفاتن والجمال ويا وريثتي. يعني اذا كنت هعين حد بعدي مفيش اي حد مفيش حد احسن منك. فبالتالي هي مهمه جدا. نيجي بقى لابنه توت عنخ امون تزوج صغيرا هو اللي بيسموه الملك الذهبي. له منظر على كرسي العرش يدرس. المنظر ده هو قاعد وزوجته بتعمل له عمليه مساج وبتقدم له زهور في منظر فريد جدا. ولما نبص للرجل نلاقي كل واحد فيهم لابس فردة صندل. ودي تقليد في المجتمع الاوروبي ويمكن عندنا في مصر كان زمان ان المراه لما بتحب الرجل دايما تلبس حاجه من ريحته. فيعني خدوا هذا التقليد وهي بتقدم له زهور اللوتس اللي كانت ذات رمزيه مهمه جدا. حضرتك هتقولي لي ليه؟ لان كلمه ميرتي يعني حبيبتي. ناس كتير تقول لك المصريين كانوا بيتجوزوا بقى. يا جماعه ابدا والله. المصري كان بيحترم كلمه مراته ما يقولهاش باسمها. فكان يقول لها يا اختي وهي تقول له يا اخي.
حتى في اشعارهم يقولوا لبعض كده. فالناس كانت بتعتقد انهم بيتزوجوا بعض، ابدا والله ده هو كان من احترامه. حتى عندنا ما زال في ريفنا وصعيد حتى الان ما نناديش الست باسمها، نقول لها يا ام فلان، حتى لو ما خلفتش نداها باسم اخوها. فهو عشان احترام كيان المراه فكان يقول لها يا اختي، او كان يقول لها مرتي يعني محبوباتي. وما زلنا في ريفنا حتى الان بيقول يا مراتي. من هنا جت مراتي طبعا. مرتي، فهي اجل عمليه جاي. فبالتالي توت عنخ امون كانت قصه حب مشهوره جدا، لدرجه ان هو لما مات بعتت لملك العراق قالت له ابعت لي ابن من اولادك عشان اتزوجه. ما كانش عندها ثقه ان هي تتزوج اي حد، ايه اي حد مصري. لكن الاشهر والاهم عندنا قصه بقى غريبه جدا، ملكه حتشبسوت، هذه الملكه يعني اللي جننت الدنيا وحكمت العالم كل 22 سنه. قيل ان لها قصه حب مع سنموت. ايه الدليل على كده؟ مهندس سنموت دي كان راجل مهندس. بنى لها معبد من اهم معابد الدنيا، هو معبد دير البحر طبعا. وايه الدليل يا عم ان كان في قصه حب؟ ان هو كان عنده مقبرتين، كان عنده مقبره في شيخ عبد القرنه وفي مقبره جوه المعبد بتاعه، وقيل ان هناك ممر بين المعبد وبين مقبرته، عشان زي ما كان معاه في الدنيا ايه في الاخره. ولكن قصه الحب دي انتهت للاسف نهايه ماساويه. لما القصه بدات تنتشر ما بين الناس اختفى هذا الرجل وهشمت مقبرته، ولكن ظلت العلاقه. ايه الدليل؟ ان كان دايما يصور نفسه محتضن بناتها اللي هو مش منه، من زوج تاني. في نفس الوقت هذا الرجل ادته 80 لقب، يعني من القاب مهم، كل لقب يعني له صولات وجولات. كان بيهتم ببناتها كمان جدا وكان بيراعيهم. فبالتالي يعني في شواهد كده بتقول ان كان هناك علاقه مهمه جدا. لكن احنا يوم 22 استاذه نور الشهر ده في حاجه دي نفسي نخليها لعيد الحب. ايه بقى هي؟ ايه هي؟ عندنا في مصر القديمه عيد قريب من عيد الحب بيسموه عيد العناق الجميل. عيد العناق الجميل احنا بنقول الحضن، والحضن في حد ذاته يا جماعه مش حضن الراجل للست، الحضن في حد ذاته هو احتواء. صح. ما بين الاب وابنه، ما بين الاخ واخته، يعني هو بالظبط لما بيقفوا جنب بعض بالظبط. حتى مش ممكن احضن واحد وانا كارهه، لان ما بحضنه بدخل جواه. فكان عندهم عيد مهم جدا. المصري القديم كان بيعتقد ان الكون لازم يبقى متجدد. فكانوا بيجوا في شهر ابيب اللي هو في 15 يوليو في بعد الحصاد وبدايه الفيضان، يعملوا عيد مهم جدا. هذا العيد تخرج فيه المعبوده حتحور. احنا كنا اول دوله عملنا عيدا للحب وعيدا للعشق. في هذا العيد تخرج فيه المعبودة حتحور من معبدها في معبد دندرة، تروح لحبيبها حورس في معبد إدفو. واعتبر ليه تجديد للكون، كل سنة يعمل هذا الموضوع عشان النيل يجي. واعتبرت أن كل عروسة بعد كده هتيجي تمثل حتحور، وكل عريس يمثل مين؟ يمثل حورس. فكرة ست الحسن والجمال والشاطر حسن القائد، لأنه حورس لما انتصر على عمه وخد العرش بقى راجل فارس، وبالتالي حلم كل بنت حتى اللي كان عايزة ولد إيه؟ فارس، مش عايزة ولد طري. بالظبط، الفارس على الحصان الأبيض. بالظبط. فهو دايما حورس كان يمثل. فالعيد ده كان عيد مهم جدا، اسمه عيد العناق الجميل او عيد الابحار الجميل. وكان بتركب في مركب، المركب بتاعها كانوا بيسموه مركب منتهى العشق. وكان يبقى مزين، وكل الطقوس بتاعتهم سيانه على معبد ادفو دندره. نتمنى من السيد محافظ اسوان ومحافظ قنا اللي فيهم المعبدين ان طقوس هذه الاحتفاليه كل سنه نعملها في عيد الحب، وياتي اليها العشاق من كل الناس والذين عايزين يحتفلوا بعيد الحب. لان الاحتفال ده وتشوفوا طقوسه احنا محتاجين له حلقات وحلقات. اكيد طبعا. طيب احنا ليه بنقول الموضوع؟ لان يوم 22 ان شاء الله فبراير عندنا عيد مهم جدا، عيد تعامد الشمس على معبد ابو سمبل. مظبوط. احنا بنهتم بالمعبد الكبير، لكن ما ننساش ان هذا الرجل حب سيده وعشقه اسمها نفرتاري. ونفرتاري هي اجمل الجمالات، يعني اسمها كده بالعربي حلاوتهم. الست دي من حبه ليها ومن عشقه ليها بنى لها معبد مهم جدا في منطقه ابو سمبل، الملك رمسيس الثاني طبعا. بالظبط. الراجل ده كتب عليها كده، يعني كتب عباره مهمه جدا على العمود بتاعها، قال كده: هي التي من اجلها تشرق الشمس. وما زالت هذه العبارة مسجلة حتى ده لحد دلوقتي، يعني ناس كتير بتستخدم العبارة دي، يعني هي يعني التي من أجلها تشرق الشمس. طب إخناتون بقى يقول لمراته ليه؟ بيقول يعني عشان برضو الشيء يذكر، إخناتون كان بيقول لنفرتيتي، بيقول: أقسمت بك يا الله أن تجعلني عمودا في ظهرها لا ينكسر، وأن تجعلها نورا في قلبي لا ينطفئ، فهي مني وأنا منها وكلانا سر وجود الآخر. الله. أقول لحضرتك تاني، بيقول: أقسمت بك يا الله أن تجعلني عمودا في ظهرها لا ينكسر، وأن تجعلها في نورا في قلبي لا ينطفئ، فهي مني وأنا منها وكلانا سر وجود الآخر. ده مكتوب في منحوتة على الجدار في مسجل كل الكلام ده. جميل قوي. فالراجل دي يوم 22 عمل لنا حاجه مهمه جدا، بيدخل الشمس جوه المعبد 60 متر جوه الجبل. مزبوط. تتعامد على اربع تماثيل، تتعامد على ثلاثه وواحد لا. فالراجل ده عبقري، يعمل معبد لنفسه ويعمل معبد لمراته، ولما يجي يعملها نفرتاري يعملها على هيئه المعبوده حتحور. ليه؟ حتحور دي اجمل الجمالات، فبالتالي هي المعبوده الاولى وهي رمز الجمال. فاحنا اول دوله في العالم كان عندنا
معبودة للحب، وكان عندنا عيد العناق الجميل اللي هو عيد العناق اللي هو عيد الحب، وكانوا عارفين الشهر بتاعه وعارفين تفاصيله وعارفين ظروفه. لماذا لا يكون في مصر؟ لذلك انا بزعل جدا ما يقول لك فالنتاين. فالنتاين ده، فالنتاين ده كان كاهن او قسيس وكان عنده مشاكل وكانت نهايته نهايه غريبه جدا جدا. وبعدين في العصر الروماني في القرن الثالث الميلادي. احنا عندنا بقى من 4400 سنه عندنا عيد مهم جدا. لماذا لا يحتفل بعيد المصري؟ نسميه كده. احنا عندنا طبعا عيد ثاني، عيد الحب اللي هو مصطفى امين. ولكن نرجع الشيء لاصله زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه، ان يكون هناك احتفال باسم عيد العناق الجميل او عيد الابحار الجميل، وعارفين المكان بتاعه في شهر ابيب في الصيف في شهر يوليا، وعارفين الطقوس بتاعته، ونعيده كفلكلور. بنادي من خلال برنامج وقناه حضرتك، ارجوكوا عايزين نرجع هذا العيد بكل طقوسه. وتخيل بقى حضرتك لما يجي لنا ناس من فرنسا والمانيا ويبقى عيد ثابت في الاجنده السياحيه الدوليه، ياتي اليه السواح من كل دول العالم. لان لو حضرتك تقرا طقوسه، اولا هي بتروح له المركب بتاعها كاتبين طريقه تزيينه وبيروح ازاي، خمس مراكب اللي بيسحبوه وكل مركب مين اللي بيقعد فيها، نظام مهم جدا. وبعدين تروح تقعد 14 يوم في معبد زوجها اللي هو في عند حورس في ادفو، وبعدين ترجع مره اخرى يشارك فيه الملك او النائب بتاعه والكهنه ورجال الجيش. يعني كان احتفال ضخم جدا جدا. فاحنا عايزين نشوف هذا الموضوع ونتمنى هو ايه نستمر فيه. فانا عندي يوم 22 بقول لحضرتك حدث فريد، ارجو بدعو من خلال قناه حضرتك وبرنامجك نصحى بدري شويه بعد صلاه الفجر ونشوف اجمل ظاهره مش موجوده غير في هذا المعبد الجميل الرائع، ظاهره جدا هي تعامد الشمس على معبد ابو سمبل، ظاهره فريده بياتي اليها الناس من كل انحاء الدنيا. ده حقيقي. هل احنا واحد يقول لي انت عملت، انا حضرته قبل كده يا دكتور، يعني بيجي الناس بتبكي لما بتشوف تعامد الشمس طبعا، وكل الجنسيات مبهوره انبهار وكله قاعد ومنتظر وصاحيين بدري جدا جدا علشان يروحوا ويلحقوا قبل ما الشمس تشرق. بيباتوا هناك، بيباتوا في ساحه المعبد. وبرده يعني وعلى فكره الوصول للمعبد ما هوش يعني شيء سهل جدا او كده، بس السياح بيحبوا يروحوا. مغامره بتبقى رائعه، لان منظر البحيره مع منظر يعني في حد ذاتها ليلة بتبقى جميلة جدا جدا طبعا. يعني حضرتك دايما الناس تسأل هو كل قصص ملوك ما عندناش أفراد؟ لا، ده احنا عندنا، يعني عندنا طبعا مش هننسى كليوباترا كملكة برضه، وقصة حبها مع يوليوس قيصر ومع ماركا أنطونيو. هي مش مصرية ولكن الست دي إنما برضه من القصص المشهورة قوي طبعا على مر التاريخ، وخدت صدى في الأشعار وخدت في المسرحيات والأفلام وفي أفلام هوليوود كمان طبعا. يعني مفيش أعتقد السينما العالمية خلدتها. عندنا بقى واحد اسمها شهادة الحب، جت قصتها ازاي؟ عمنا طه حسين اديب الادب العربي، يعني الراجل طبعا مشهور جدا، كان كل سنه 3 اشهر في الشتاء يلاقيه اختفي. ايه يا عم انت مالك بتروح فين؟ وبعدين اكتشف حاجه غريبه جدا، لقوه بيروح يقعد في منطقه تونا الجبل، عمل استراحه هناك وبيقعد فيها. ايه يا عم طه حسين مال يعني عامل استراحه هناك في الجبل، وما زالت موجوده وكتب فيها قصه مهمه جدا، دعاء القروان. طبعا بتاعت الرائع احمد مظهر طبعا. طب ليه انت عملت واستلهم من الموضوع؟ ليه؟ قال لان في تونا الجبل في المنيا في قصه حلوه قوي، واحد اسمها ايزادورا. ايزادورا بمعنى عطيه ازير. البنت دي كانت بنت حاكم الاقليم الاغريقي. في حفله ما حبت ولد ضابط مصري اسمه حابي. فضلوا يتقابلوا مع بعض لغايه ما بقى عارف الموضوع. فقالت له طب هيقابله اخر مره. راحت اخر مره حضنته ووقعت في النيل ماتت. ابوها جابها حنطها وكتب فيها قصيدة رساء، لو حضرتك تقرأ هذه القصيدة. وهو طبعا حزين جدا على بنته. ولما تشوف البنت وهي نايمة تسموها كأنها صحية، بيسموها كده حتى الجمال النائم. حابي يعمل ايه بقى؟ ما هي صغيرة. كل يوم كان بيمشي 8 كيلو من البر الغربي للبر الشرقي من الأشمونين حتى تونا الجبل ويولع مسرجة. عمنا طه حسين لما سمع هذا الموضوع بدأ يروح الاستراحة كل سنة 3 أشهر ويفعل ما يفعله ايه؟ حابي في هذا الموضوع. وطلع لنا رواية من أجمل روايات السينما المصرية والعالمية هي دعاء القروان. وبالتالي صدير. لكن عندنا بقى قصة حضرتك لذوي الاحتياجات الخاصة، احنا مجتمع كان مهم جدا. كنا مجتمع مختلف طبعا، في ما كانش بينظر للإنسان بجسمه. عندنا واحد اسمه سينب. يا عم سينب انت مالك؟ انا راجل قزم. قزم مصري من بدء التاريخ يعني. يشتغل على نفسه استاذه نور هذا الرجل ويوصل في الاسره الخامسه ان يكون لبيس الملك. واحد يقول لي هو ايه يعني لبيس الملك؟ اقول لك لا يعني اركن بقى، ده احنا من ملك في مصر القديمه كان ملكا مقدسا. ومش اي حد يلمسه. فان نوصل واحد قزم زي ده يبقى يلبيس الملك، لا ده منصب يعني من اخطر المناصب. طيب عمنا هذا الرجل زي الاله طبعا او في مثابه الاله يعني مش اي حد كان يقرب له. يعني قداسه ما بعدها قداسه. سنب يحب اميره من البيت المالك. لو احنا دلوقتي جبنا نقلنا الموضوع في القرن 21 هيحصل اعتراضات كتير. يتزوجها او يتزوجها. ايه الدليل؟ عندنا فنان قراء قوي، الفنان ده بنسميه فنان بدرجه انسان. يعمل تمثال لسنب ومراته يعملوا ازاي بقى؟ انا بقول لك ليه فنان بدرجه انسان. طب هو لو صوره واقف هيبقى قصير. ايوه ولو صوره ايدي جنبه هيبقى قصير. شوف الفنان وذكائه بقى. يقعد على كرسي عشان يبقى ايه هو طول مراته.
ويعملوا كده مربع، وبالتالي العين بتاعتك مش هتاخد ان هو قصير. طب والحته اللي تحت، ما هو قاعد مربع على مربع فوق ومربع ايديه، يحط ابنه وبنته، وبالتالي دليل ان ايه، وبعدين مراته يجيبها مبتسمه، يعني هي راضيه، ومعنى ان هو زواج ناجح، ان هو خلف منها ولد وايه وبنت. وبالتالي كان جواز ناجح تماما. مزبوط. وبالتالي نجد ان المجتمع المصري ما كانش بيظلم حد، ما دام انت حضرتك قادره، يعني زي بيقولوا كده بنسميه التنميه البشريه، قدرة تشتغلي، لا بيبص لاصولك ولا بيبص لاي شيء، لك يفتح لك المجال والايه والتنظيم ان انت توصلي لاعلى المناصب. فبالتالي المجتمع ما كانش بيظلم احد. في راي حضرتك ليه في بعض القصص اللي اشتهرت جدا جدا من التاريخ المصري، تاريخ قدماء المصريين، وقصص تانية ما نعرفش عنها حاجه اول مره نسمع عنها من حضرتك؟ يعني ليه كليوباترا وانطونيو شهيره جدا؟ ليه ايزيس واوزوريس؟ يعني في كام قصه كده الناس عارفاها بالظبط، هم اللي مسمعين، هم اللي بتتوارثهم الاجيال جيل بعد جيل. مستحيل ما تلاقيش حد مش عارف قصه ايزيس واوزوريس، بس في قصص من اللي حضرتك ذكرتها في ناس لأول مرة تسمعها. ليه كده؟ ليه في حاجات اتشهرت قوي وحاجات اندثرت، أو حاجات مش مسلط عليها الضوء؟ والله أظن إحنا مشكلتنا في الدراما، وعارفة حضرتك الدراما مهمة جدا في التاريخ، أو إن هي بتساعد في الموضوع. حتى للأسف لما عملوا لنا كان فيلم دراما في مصر ما لمسوش، يعني إحنا أقصى ما نفتكره عن حتشبسوت أغنية العزبي حتشبسوتي حتشبسوت قفل عليك حلوة تابوت بس. فيلم غرام في القناة بالظبط. إنما إحنا عندنا طبعا باعتبار إن كليوباترا أثارت جدل كتير، وكتبوا عليها، لأن دايما التاريخ بيكتب باسم المنتصر، فكتبوا عليها مساوئ كتير جدا. فالست دي أثير حولها لغط، وحتى لا إحنا مالناش مقبرتها وظروف موتها و فكتب عليها كتير. إنما إيزيس وأوزوريس باعتبارها برضو أسطورة وخدت صدى كبير جدا. إنما إحنا نتمنى من كتاب الدراما اكتبوا لنا حاجه يا جماعه تاريخ، اكتبوا لنا حاجه. يعني عارفه حضرتك ان سبب شهره الهند وتركيا واثارها ومهند وغير مهند ان كتبوا وصوروا في الاماكن التاريخيه. لذلك بتمنى من كتابنا، من الناس اللي بيعملوا فيديو كليبس، بتمنى من الاستوديوهات اللي هي بتبقى في الداخل برامج التوك شو، اتمنى يا جماعه خرجوا مصوروا مره في الهرم، مره في سقاره، مره في مثلا في المنيا. نتمنى ان يكون الاعلام بيعكس الواقع. قلنا ألف مرة بنحلم إن يبقى عندنا قناة تتكلم عن التاريخ والآثار والحضارة، لأن مهمة جدا. أستاذة نور، لو شفت أي طالب في أستراليا أو في أمريكا عارف تاريخ حضرتك كويس جدا وقاري كويس جدا طبعا ودرسه، وبدليل إن حضرتك كتب ومراجع وسيرش على الإنترنت، يعني وينزلوا هنا يدرسوا، كمان يجوا هنا ويبصوا ويستكشفوا بنفسهم حاجات. ليه؟ لأن هم أصواب غصب عنه. يعني حضرتك لما يجي يدرس علم الزراعة، مين أول فلاح في الدنيا؟ المصري. مين اول جندي في الدنيا؟ المصري. مين اول من قال ده في كتاب مهم جدا دايما اتكلم عليه اسمه فجر الضمير. قبل الاديان واحد اسمه جيمس هنري بريست عمل كتاب اسمه فجر الضمير. قال لو لم يكن الضمير ما كانتش وجود الاديان، ولا ان معظم الاديان خدت من هاي من 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 الدين المصري اللي هو ما احنا بنسميها العصور المصريه القديمه. وبالتالي الفكره دي موجوده في كل الناس. فنتمنى ان احنا كتاب الدراما يشتغل. يعني تخيل حضرتك قصه حب، دايما نجيب توت عنخ امون الفرعون الذهبي، لكن ده بينه وبين مراته دي قصه حب تسجل ولا فن. يعني تخيلي حضرتك، او قصه نفرتيتي واخناتون، يعني تخيلي حضرتك اخناتون لما يصحى الصبح لو زوج حضرتك جه قال لك كده انا هغير ديني وهنقل عاصمتي وهسيب كل حاجه، ده مجنون طبعا. لكن كانت داعمه له وايدته وكانت موافقه عليه ونقل العاصمه من طيبه وغير اسمه و و و فالمراه هي دايما بيسموها سبب نجاح الرجل وسبب ايه؟ وسبب فشله. ابوه اللي هو ملك امنحتب الثالث، لولا الملكه دي كانت واقفه وظهره وكانت مهمه جدا بالنسبه له ما كناش شفنا عظمه. رمسيس الثاني لولا ان واحد يقول لك طب رمسيس اتزوج على مراته اكتر من 50 واحده. ايوه كان بيحصل، انما دايما كان عنده زوجه ثانويه وزوجه او زوجات ثانويات وزوجه رئيسيه. ليه؟ لانه كان مجتمع، انت عارف حضرتك، عايز يخلف كتير. يعني معروف ان رمسيس الثاني انجب اكتر من 100 ولد وبنت، وكان دايما معتز بيهم، ومش الولاد والبنات بيفضل بنت على، والله ابدا، ده كان دايما كلهم رسمهم وراه، ويعني ولد وبنت، وكانت منتهى النضج ومنتهى الحب والمساواه. ولكن هي بالنسبه له، يعني حضرتك شوفي من الجمال بتاعه ان هو عامل لها مقبره في البر الغرب في الاقصر في وادي الملكات، من اجمل المقابر اللي موجوده في، لذلك التذكره بتاعتها بتعدي ال 1500 جنيه، مش اي حد يخشها. تخيل حضرتك في مقبرتها الجباره دي ما كتبتش اسم زوجها ولا مره. ليه؟ لا يعني مش عايش ليه، هي شخصيه وناس منفصله وقويه جدا. شخصيه قويه، فما انتسبتش حتى في الحياه. انا عايزه مقبره بالظبط ليا لوحدي. فشفت الجبروت، يعني شخصيه مهمه جدا. وتخيل كان لها ضره من حبهم الاثنين لبعض، كل واحد انجبت بنت، دي سمت نفرتاري والثانيه سمت ايه
إزيس، فعادي جدا في الموضوع. انما هي كانت شخص مهم جدا طبعا، فليه كتاب الدراما ما ياخدوش حاجه زي دي؟ وهيقول لك شهاده الحب بتاع طه حسين دي اللي هي مقبره ايزادوره، لو خدنا القصه دي فيها يعني حاجه دي. اسطوره ازيس واوزريس فيها قتل اللي هو حادثه القتل والدراما، فيها دراما وفيها بحث وفيها كل شيء. لذلك نتمنى يا جماعه والله لو عملتوا لنا فيلم او عملت لنا مسلسل، يعني على رمضان جاي بعد عده ايام في 1000 مسلسل، هاتي لي مسلسل تاريخي الا ما رحم رب. نتمنى طبعا، انما يعني عايزين ناخد الامور ونسميها بمسمياتها. عشان عارف حضرتك الدراما لو فيلم واحد فقط، يعني احنا عملنا فيلم ممر من سنتين، احنا قلنا ايه ده؟ يعني كانت الناس مبهوره والشباب كان رائع طبعا لما شفنا مسلسل الاختيار الجزء الثاني، واحنا يعني مستمتعين جدا لانه القى الضوء وغير مفاهيم كتير جدا. فلذلك نتمنى من كتاب الدراما، كان في مسلسل بيتعمل تاريخي الفتره اللي فاتت من سنه ونص تقريبا بطوله عمرو يوسف احمس احمس انما للاسف وحصل عليه تاريخيا كان في بعض المشاكل وبعض في الزي و ولكن هم يعني هم تطرقوا، بس واضح يا دكتور انه فعلا ان اللي لازم اللي يعمل حاجه تاريخيه لازم يكون مذاكر تاريخ قوي، لازم يكون تفصيل. عنده المرجعيه بالزبط. الصحيحه بالزبط. وانه بالظبط انه لازم يكون مركز في تفاصيل المارسك. حضرتك احنا في التسعينات كان في مسلسل اسمه محمد رسول الله طبعا، اتعرض يجي 4 اجزاء طبعا، رائع جدا. كان اهم حاجه المراجعه التاريخيه للدكتور احمد شلبي الله يرحمه طبعا. فبرضه نتمنى لما يكون بتشتغل يعني اصرف شويه او بلاش كده يا عم، في عندك كليات اساتذه التاريخ جدا مستعدين ببلاش، اعملوا لجنه علميه زي ما كل قناه. يعني انا بزعل جدا لما الاقي بعض القنوات بيجيبوا ناس للاسف بتقول معلومات غلط. اتمنى زي ما كل قناه فيها مستشار سياسي ومستشار اقتصادي، يا جماعه قبل ما تعرضوا حاجه تاريخيه برضه اتمنى يبقى في حد يقول يا جماعه المعلومه دي صح او خطا، لان للاسف برضه انت عارفه حضرتك يقول لك ما انا سمعتها في التلفزيون او شفتها في الفيلم وخد المعلومه معلومه مصدقه صح، ومرجعيه للاجيال بالزبط. لانه في بعض الاجيال بالزبط. ممكن حتى كمان في السن الصغير يتفرج على الفيلم او يتفرج على المسلسل قبل ما يمسك كتاب يقراه، فبتترسخ عنده المعلومه زي ما شافها اول مره. واحنا مش بنقرا كتير استاذ نور للاسف، ان احنا عندنا قراءات ما بنبصش كتب شويه. تاني حاجه ارجوك لما تدور على معلومه خدها من مصدرها، لان في عندنا استاذ نور مشكله كبيره جدا. لان بيقول كده ان عقده اليهود الازليه هي الحضاره المصريه. اخواننا البعده عارفين ان الحضاره دي ما يعني مبهدلاهم، حتى حاولوا يدورهم على اي حاجه يقول ان هم كانوا موجودين والله ما الاقيه. فلذلك يعملوا حاجه مهمه جدا استاذ نور، وارجو ان احنا ما نقرا نخلي بالنا في حاجه اسمها علم الاثار التوراتي. ان هم زي ما عندنا الايجيبتولوجي هم عندهم علم الاثار التوراتي. وبداوا دلوقتي للاسف بقى لهم جامعات ولهم مدارس، وبدا الناس تسمع لهم ويعملوا مؤتمرات، انتشروا طبعا بقى في اوروبا وامريكا. فخلي بالك ارجوك لما تقرا خلي بالك من الموضوع ده. تاني حاجه ان احنا عندنا من القرن الرابع الميلادي لغايه القرن ال 18 ما كناش نعرف ايه اللي مكتوب على الحيطان. فمؤرخين الاسلاميين ما يعرفوش، فالفوا بعض الحاجات يقول لك اللي بنى الهرم قوم عاد و و و. فارجوك انت بتقرا ما تقراش المؤرخين الاسلاميين، لانه في الفتره دي هم معذورين لان ما كانوش يعرفوا لغايه ما فكان رموز حجر رشيد. وارجوك بص ان هذه المعلومات ممكن تكون جايه من علم الاثار التوراتي، فبرضه ارجوك وانت بتجيب المعلومه حتى من المعلومه الصح او من الكاتب الصح حد يكون متخصص. وبالتالي بزعل جدا اقول لك باحث في علم المصريات، يا عمي يعني انت قريت لك كتابين او 10 كتب على عيني وعلى راسي، بس ارجوك يعني تحرر المعلومه او صدق المعلومه. فاحنا مهمين في هذا الموضوع. نرجع للحب تاني يا دكتور، وعايز اسال حضرتك افضل او اكتر القصص في تاريخ القدماء المصريين، قصص الحب طبعا الاقرب لقلب حضرتك. والله انا بعتبر قصه اخناتون نفرتيتي معجبني قوي، لان الست دي يعني زوجها تعبها قوي، يعني فضلوا 20 سنه قاعدين في تل عمارنة ومهتم هو بالدين تماما، وترك الامبراطوريه. كان مصر هو ورث امبراطوريه ضخمه كانت بتمتد على حدود العراق وعلى حدود الاناضول في تركيا. كل ما يبعتوا لي يا عم الحقنا، هو كان مهتم بالدين على حساب يعني ايه على حساب السياسه. وزوجته عانت معاه للاسف كتير جدا، كان برضه عنده فكره انه عايز يخلف ولد علشان يورث العرش لغايه ما اتزوج زوجه ثانويه وانجب منها توت عنخ امون، لانه بعد كده ثبت ان هو ابنه. فالسيده تعبت مع زوجها قوي، ان هو نقلها من الاقصر للمنيا وراح مغير اسمها واسمه وراح مغير الدين بتاعه، وكان كل شويه حماتها تجيلها، يعني معروفه عندنا حماتها الملكه تيجي، كان كل شويه تجيلها يعني عايزه تنهي الموضوع لان حست انها معرض للخطر. الموضوع ده من زمان قوي كده يا دكتور، ده احنا مقصلين في كل حاجه. فهي حتى في زياره اسمها زياره السنه ال 13، جت في السنه ال 13 من حكم ابنها جت تزوره، وبعد كده نفرتيتي لما سمعت ان ابنها
يعني هيسمع كلام امه ثبته وراحت قضت في القصر الشمالي ولم يظهر لها حس بعد كده. فبالتالي فكره الحموات برضه بس هي كانت حماتها او يعني ام اخناتون خايفه عليه لان يعني الكهنه قالوا لها ابنك اذا لم يرتد عن هذا الموضوع ممكن نهايته تبقى نهايه سيئه وبالفعل يعني. وبالتالي من القصص المثيره جدا اللي لو كتاب الدراما خدوها وبداوا يتكلموا عليها وهي اصلا كانت جميله جدا لدرجه الفنان اللي هو تحتمس ده لما لقوا التمثال بتاعها في تماثيل كتير جدا ليها لهذه المراه قالوا ان مش ممكن فنان يجي يعمل المعجزه دي لان لقوا نسبه الخطا في هذا التمثال صفر. الرقبه بتاعتها مع الالوان مع العين يعني شيء مع التاج شيء لا يصدق. طبعا لذلك بقول لحضرتك لو في لقطه لميريكال للمستشاره ميريكال لما راحت تزور المتحف والله يا استاذه نور نفسي حضرتك بيه والله وهي بتنظر ليها بتقول السابقه الست دي بتنظر للتمثال ده يعني عينيها هتطلع زبولة على هذا التمثال لدرجه ان مدير متحف برلين اللي هو فيه التمثال قالوا له احنا عايزين نوديه مصر 3 اشهر. قال انا لو وديتكم التمثال ده هقفل المتحف. يا عم ده انت عندك 80,000 قطعه اثار مصريه. قال لان دي النجم عامل زي حضرتك كده ما بتعملي فيلم ودي النجم لو شلت النجم طبعا هنفقده. وبالتالي قصه الحب بتاعت نفرتيتي واكناتون طبعا هي قصص كلها ملهمه ولكن القصه دي فيها مقاسي كتير ونهايتها كانت نهايه غامضه وما زلنا حتى الان لم نجد قبر بتاع نفرتيتي ولم نجد قبر اخناتون. وبالتالي يعني الموضوع ممكن يبقى له جزء اذا احنا لقينا القبرين بتوعهم لانه هيتغير كتير في التاريخ ودراسه التاريخ. وبالتالي مهم جدا لدرجه ان هناك بعض الاشاعات ان احد بنات اخناتون هربت الى اوروبا وطلعت منها اسكتلندا وايرلندا. في ناس بتدعي كده ان اسكتلندا وايرلندا قامت على اساس الاميره ميريت اللي هي هربت من ايه من مصر. وبالتالي احنا عندنا يعني مصر زي ما قلت لحضرتك هي ارض العشق هي ارض طبعًا. الحب طبعًا. الحب يا استاذ نور مش ممكن يبقى موجود في بيئه الا لم يكن بيئه مستقره. عندنا بيئه زراعيه ودايما بيئه زراعيه بتدي نوع من الاستقرار. لذلك عندنا عمنا ابو هاب لما قال محلاه عيش الايه فلاح ليه انه عنده ارض مناخنا مناخ معتدل وارضنا ارض بتدي خير وعندنا نهر. فبالتالي في استقرار وعندما يكون هناك استقرار تعطي فرصه ان ايه نقول حب. وعندنا زي بقول لك اشعار لو فضلنا نتكلم عنها من السنه الجايه هتقولي مش ممكن الناس دي كان عندها كم المشاعر. صح. انا عارف ان حضرتك عشان الوقت بقول لهم يا جماعه اجدادنا ما كانوش قاعدين طول الوقت يبنوا مقابر ومعابد واصل دايما في التلفزيون يجيب لك ايه عاملين كده وكده. يا جماعه ابدا والله كانوا بيتكلموا زينا وكان عندهم لغات اللهجات كان عندهم لهجه رسميه زي النسخه والرقعه وكان عندهم لهجه شعبيه اللي احنا بنسميها فرنك وراب. يعني الناس العاديين كانوا بيتكلموا عادي جدا. أيوه لدرجه ان احنا بعض الكلمات اللي واخدينها زي مامو وامبو وكخه ونونا وكركر وبطح وتاتا كل دي منهم اتاخد منه 13,000 كلمه بنقولها من ساعه ما بنصحى لغايه ننام. كل الطقوس اتمنى اعمل لحضرتك على أهم العادات والتقاليد بتاعتنا من اول الخطوبه للسبوع للقايمه. وكان في سؤال عن حركه والله كانوا بيكتبوا قايمه والقايمه بتاعتهم يعني لو تشوفيها حتى القايمه مقصله معانا برضو من ايام كنا انت بتشوفي القايمه بتاعتهم هتقولي انا قايمتي عايزاها تتكتب على زي ايه زي جدتي. لا ده انا عايز اعرف الوصايا الوصايا للزوجين لما كانوا بيبقوا مقبلين على حياه زوجيه جديده والوصايا بقى قدماء المصريين كانوا بيوصوا ازاي. دايما كان يقول له احبب زوجتك واكسو ظهرها جيب لها الكسوه واشبع بطنها وعليك بالدهون اللي هي العطور فانه سر جمالها. يعني هتاكلها وشربها وفي نفس الوقت تديها ايه عطور لدرجه ان في بعضهم كان بتشترط على زوجها يديها تلت دخله لاجل المكياج بتاعها. وانا يمكن في احد صور على الرضا لو تشوفي علبه المكياج بتاعته دي موجوده في متحف الحضاره هتقولي مش ممكن طبعًا. كل انواع المسكارا والايشادو والايلاينر والحاجات اللي بيقولوا عليها دي والله يا فندم موجوده. صح. احمر الشفايف صح. احمر الخدود الحنه يعني يكفي العين بتاعت المصريه اعتقد لو مش موجوده في والمكاحل اي المكاحل المكاحل الفرعونيه كله طبيعي. راس الشعر والبرقات ان هي دايما وهي بتقابل زوجها تقدم له باقه ورود وتحط على راسها السرسيت بتاعها هيبقى ظهور. ليه؟ لان خاصه ظهرت اللوتس الابيض والازرق. أيوة. لان بقى له بعد كده اللون الابيض بيقولوا بيريح النفس طبعًا. ولما تحطيه على الاكل الازرق بيفتح النفس وهو اللي بيطلع ريحه بتدي نوع من الهدوء والراحه. وبالتالي كانوا هم ملهمين جدا ملهم في مطبخه ملهم في فعايز اقول لكل الناس والله ابدا يا جماعه هم كانوا زينا بشر زينا بيحبهم ويكرههم ويعشقهم ويقولوا غزل لدرجه ان في موحده يعني بتحبت واحد فبتقول يعني اقول لامي انا عايز اقول لامي تقول له يعني زي فكره ياما القمر على الباب يعني بالضبط. فكانت ما بتحب واحد كان ممكن تروح تعترف لامها ولدرجه ان هي كانت ممكن تروح تخطبه يعني عادي جدا. وكان بعد كده يكتبوا قايمه وتزوجهم في المعبد وكانوا اما يجوا يتزوجوا كانوا يعملوا حاجه غريبه جدا اسمه لازم يشهد 16 واحد على العقد واما يجي يطلقوا يشهدوا 8
يمكن عندنا آية في القرآن بتقول وجعلنا بينكم ميثاقا غليظة، فدايما الجواز يبقى يشهد عليه ناس كتير جدا طبعا. وبالتالي هم كانوا دايما يوصي لزوجته أو يوصي أولاده إن هو يتزوج في سن مبكر، إن هو يخلف أولاد، لأن هو مجتمع زراعي محتاج يخلف كتير، إن هو ما يتزوجش على زوج واحد. يقول لك أبدا، هو الطبيعي إن هو بيتزوج واحدة بس. وكانت بعض السيدات بتشترط على زوجها إن إذا يعني تزوج عليها يطلقها وتورث نص ماله. يعني تزوجت عليها تزوج بس في الحاله دي اتطلق وايه وياخد نص فلوسك واخد وتشترط ممكن تاخد العيال. ده النظام اللي في اوروبا اصلا كمان دلوقتي، في اوروبا وامريكا دلوقتي. احنا سابقين، احنا طول عمرنا فعلا سابقين. بس ما اعرفش ايه دكتور اللي خلانا ننسى او يعني نتلهي عن الحاجات الجميله اللي احنا كنا لغايه الاربعينات كويسين اصلا التاريخ. والله للاسف انا بجد يا دكتور مجدي حقيقي انا سعيده جدا جدا باللقاء ده، استمتعت قوي، وبتمنى طبعا يكون كل مشاهدينا استمتعوا واستفادوا كتير من القصص الجميله اللي حضرتك قلتها لنا واللي يعني استعرضتها لنا من التاريخ المصري القديم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، عيد حب سعيد على حضرتك. شكرا لحضرتك دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. وكده وصلنا لنهايه فقرتنا، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم.